لا ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو حمص يوم الثلاث ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 28/6/2022، وتعالوا شوفوا الاسعار اللحم النهارده مع بعض التجار. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل على النبي، الله اكبر، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على المال يا جماعه، الله اكبر. صباح الخير يا عمدي، كل سنه وانت حضرتك طيب. الاسعار اللحم النهارده في سوق ابو حمص الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله. كيلو جاي طالع النهارده ب 69 جنيه، ب 69 جنيه جاي، الله اكبر. واكل شارب، واكل شارب ب 69 جنيه، ب 25 ونص، ده عامل 25 ونص. كسر حاجه ولا لبانه حاجه؟ كسر جوز حاجه، كسر جوز، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. اتفرج وملي عينيك وصلى على حبيبك النبي عشان ربنا يبارك للمال واصحاب المال النهارده، الله اكبر. طب اللي جنبه ده حاج ب 33000، الاثنين ب 33000، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. المكسر جوز اخواني، دي المكسر جوز، الله اكبر، اللهم صل على حضره النبي، الله اكبر. لحمه ثابته يا حاج، لحمه ثابته يا جماعه، اللحمه الفاخر المطلوبه اللي ما فيهاش دهن، اللحمه المشفيه، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. وجوز، والجوز دول عاملين كام؟ ده هم بكام الجزء؟ 33000. خش على فريقهم ده، المكسر جوز يا حاج هنا يا حاج، الله اكبر، المكسر جوز يا حاج 15000 بقى شويه، ما شاء الله. عشان ما تخبروش على بعض دلوقتي، ثلاثه دول على بعض ولا كل واحد لوحده؟ قال والله ما عندي، انا بتخبر بدقيقه والله، لا ما عندي غير الان. طب واللي هناك الاصمت، خليك احنا، خليك علينا، بسم الله ما شاء الله، 19000 ونص، 19000 ونص، الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله على اللحم التقيل يا جماعه النهارده، واللحم الخفيف، الله اكبر، اللهم صل على النبي. اللي في الجنب الثاني دول معاكم برضو؟ لا. الله اكبر، دي تبعكم برضو؟ عامل كام ده والله؟ 18000، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. قاعدين فين يا معلم؟ ابو حمص، الله يبارك لك. طب الاسم معلش، محمود شتاوي، المعلم محمود شتاوي، ادينا الرقم يا معلم محمود. 012 12 57 57 4771. اي حد يتواصل معاك تبع المواشي، جميع تجاره المواشي، يعني كل حاجه موجوده عندكم، نتايات وكره، الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الدكه بحالها والله جبتها هي، الله يبارك لكم، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. عطيتنا الرقم؟ لا حبيبي يا غالي، اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحكم ابيض والله، هنجيبهم تاني، الله اكبر، اللهم صل على النبي، منور حاج عياد، صل على حبيبك النبي، الله اكبر على المال يا جماعه، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. عايزك تحط التيك اليوم دي كلها اغلاف النهارده حبيبي، كله هنحط ان شاء الله حبيبي. النهارده الساعه كام؟ ان شاء الله بامر الله على الساعه 1 كده باذن الله. ضهر ان شاء الله حبيبي، الله يصلح حالكم ويصلح حال الجميع، اللهم امين، ويجعل صباحكم ابيض ان شاء الله، الله يقويكم يا حاج، اللهم صل على النبي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على المال يا جماعه، الله اكبر على اللحم الثقيل النهارده، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر، الله اكبر. اللحم الفاخر يا جماعه في سوق ابو حمص النهارده اهوت. صباح الخير يا معلمي، نتعرفوا باسمه؟ ابراهيم سعد نجيب. المعلم ابراهيم سعد نجيب قاعد فين يا معلمي؟ في الدرويه ان شاء الله، في الدرويه ابو حمص، تجار اللحم الفاخر يا جماعه، اللهم صل على النبي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله على الماء، الله اكبر. طب الاسعار عاملين النهارده يا معلمي؟ الاسعار زي الفل، الله يبارك لك. طب الكيلو بكام قايم كده في الفاخر ده؟ كيلو عامل 72، 72 جنيه، بسم الله ما شاء الله يا جماعه، حته لحمه خاليه من الدهن وخاليه من كل حاجه يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي يتواصل وياخد المال، الله اكبر. مع حاج سعد نجيب، الله يبارك له ويصلح حاله، اللهم صل على النبي. يعني الاولاني ده عامل كام كده؟ سمي لنا بما يرضي الله كده. يرضي الله، عامل 21000 ونص، بسم الله ما شاء الله. لبن ولا كسر حاجة؟ لا كسر جوز، كسر جوز، وده هو عامل 23000، 23000 كسر جوز برضو؟ اه، الله يبارك لك، 23000، بسم الله ما شاء الله. واللي هنا ده معلمي؟ واللي هنا ده بكام حوده؟ اللهم صل على النبي. حاج محمود صباح الخير، كل سنه وانت طيب، الله يبارك لك ويقويه، 24 ونص، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي على المال يا جماعه، الله اكبر، اللهم صل على النبي. طب والاخراني ده يا حاج محمود؟ 23 ونص، بسم الله ما شاء الله. لبان ولا كسر جوز برضه؟ لبان، لبان كسر جوز، الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي.
طب ادينا الرقم لو حد عايز حاجه يتواصل معاكم. 012 733 134 185 685. اي حد يتواصل معاكم تابع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعملوا معاه واجب. احلى واجب. وانتوا اهل الواجب يا رجال وناركم ابد ان شاء الله. الله يصلح حالكم يا رب. اللهم امين وحال الجميع. السلام عليكم يا معلم هاني. ازيك يا كبير؟ كل سنه وحضرتك طيب. الله يبارك لك. اللحم عامل ايه النهارده؟ المعلم ابراهيم سعيد. المعلم ابراهيم الله يقويه ويعينه، قال لنا على المفيد عنده كله. اللحم عنده 70 مع الحاج ابراهيم. الله يبارك لك يا معلم. نارك ابد ان شاء الله. 370 كيلو. 22000؟ 370 كيلو بتاع المعلم ابراهيم سعد انا جيت. 370 كيلو، الله يبارك لك. الدروية ابو حمص الله يقويكم ويعينكم. في وش المستشفى. في وش المستشفى صباحكم ابيض. مش عايز استوعب. الا ما شاء الله. اللهم صل على النبي. السلام عليكم يا رجالي. كل سنه وانتم طيبين. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. اللحم الفاخر النهارده في سوق ابو حمص. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اللهم صل على النبي. واحد ولا اثنين؟ الله اكبر على المال. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا معلمي. كل سنه حضرتك طيب. تعرفوا باسمك؟ حمود سلومه رضوان. المعلم حمود سلومه رضوان منين يا معلم؟ من ابو حمص يا باشا، من قصر مصر. القصر المصري وتجار القصر المصري ابو حمص الله يبارك لكم. الاسعار عاملين النهارده؟ الاسعار ببلاش النهارده. الله اكبر. لبان ولا كسرين حاجه؟ لا لبان. لبان الله اكبر. دي اللي كسر جو وده جو وده لبان. ده بكام وده بكام يا حاج؟ بمرد الله. ده هو 20500. 20500 لبان. بسم الله ما شاء الله. واللي كسر جوز ده ودوت ب 21 ونص. 21 ونص. بسم الله ما شاء الله. واللي مشى نجد 22 ونص. الله يبارك لك. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر. اللحم الفاخر النهارده في سوق ابو حمص. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. اللي بالجنب التاني دي تبعكم؟ لا. الله يبارك لك. طب ادينا رقمك لو حد عايز حاجه يتواصل معاه. داخلين على العيد الكبير كل سنه طيب والعالم عايزه لحم يتعيد وكله هيضحي ان شاء الله السنه. العالم لحد ما بتصل ولا بيعمل. يا اخي ان شاء الله تفاعل الخير باذن الله. كام الرقم؟ 012 012 16 16 89 89 42 42 66 66. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابيض ومتشكرين يا معلمي. الله يقويك ويعينك ويصلح حالك ويصلح حال الجميع. اللهم امين. بسم الله ما شاء الله يا جماعه على المال النهارده. اللحم النهارده في سوق ابو حمص اسعار بمهرد الله. وربنا يوفق الجميع. وربنا احنا عايزين مصداقيه بمهرد الله. هنسيبكم في رعايه الله وامنه. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. والى اللقاء يا خير الاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.